هؤلاء الأطفال رغم حجم الدمار الذي طالهم لم يفقدوا الأمل بعد، فهم يؤمنون بأهمية العلم ويسعون إليه. في الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة قصفت منازلهم ومدارسهم، والآن كل ما يتوقون إليه هو العودة إلى المدرسة، حيث قام معلمون متطوعون لأكثر من شهرين بتطهير غرفة واحدة في مدرسة في دير البلح لإعطاء دروس مخصصة للأطفال. السنة كانت لسه بداية شهر يعني بادية للدراسة، يعني ما كانوش ماخدين إلا كم حرف كده، يعني أول ما صارت الحرب يعني خلص كل هذا يعني بنتساه الطفل، يعني بنساعد الأشياء البسيطة اللي أخذها. فيعني مستقبل هذه سنة يعني دراسية مهمة جدا صف أول. أكثر حاجة خسرناها هي مستقبل أولادنا وتعليمهم. يعني تقول لي البيوت إحنا خسرنا، مش مشكلة، البيوت والحيطان بتنبنى، الفلوس بتنجاب، الشهداء بنولد بدلهم 100 طفل بدل 10 حينولد 100، بس التعليم كيف بدي أعوض ابني في التعليم؟ منذ الحرب الإسرائيلية أغلقت جميع مدارس غزة أبوابها، مما ترك مئات الآلاف من الطلاب من دون تعليم رسمي أو مكان آمن لقضاء أيامهم. ما فيش دراسة، ما فيش لا بدرسوا ولا حاجة، أغلب وقتهم متوترين، حالتهم النفسية صعبة من الحرب هذا اللي دمرت المدارس، وبطلوا يجوا على المدارس. طبعا هم كانوا حابين يجوا على المدرسة، لكن الحين في ظل الظروف وفي ظل الحرب والدمار هذا نفسيتهم تعبت وبطلوا يدرسوا. وتسعى جماعة الإغاثة جاهدة لإبعاد الأطفال عن الشوارع وتركيز أذهانهم على شيء آخر غير الحرب، مع استمرار الحرب في جميع أنحاء القطاع وامتدادها إلى مدينة رفح الجنوبية واشتدادها في الشمال، حيث أصبح لا مكان آمنا في قطاع غزة.